أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور على دعم الدولة للتحول الرقمي في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم، باعتباره أحد أهم محاور استراتيجية مصر 2030 لمواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم وتحسين جودة التعليم وتوفير فرص أفضل للطلاب، كما أنه يعد أحد أهم ركائز التطور والنهوض بالعملية التعليمية. وأضاف الوزير أن مصر تستثمر في التحول الرقمي لجامعاتها لبناء جيل لديه المهارات الرقمية اللازمة للنجاح في مختلف المجالات ومؤهل لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت المقر الجديد للشركة الأمريكية الرائدة في حلول إدارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة الجديدة. يأتي افتتاح المقر الجديد للشركة في إطار خططها التوسعية لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، حيث كانت الشركة قد اختارت القاهرة لإنشاء أول مركز لها بالشرق الأوسط العام الماضي. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسة الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.758 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 26,003 نقاط، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 13% ليغلق عند مستوى 5,758 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 8,253 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية فقد صعدت أسعار النفط بفضل تقلص مخزونات الخام الأمريكية وسط زيادة استهلاك مصافي التكرير ونمو الواردات الصينية الشهر الماضي، مما دعم توقعات ارتفاع الطلب في أكثر دولتين استهلاكا للخام في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1% ليصل إلى 83.66 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.16% ليصل إلى 79.12 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.5% لتصل إلى 2.49 دولار للتر. وفي المقابل زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.24% لتسجل 2.23 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد بنك جولدمان ساكس أنه لم يعد يتوقع أن يعلن تحالف أوبك بلس في يونيو عن تراجع جزئي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية. وأضاف بنك جولدمان ساكس أن زيادة المخزونات في الأونة الأخيرة كانت مفاجأة، متوقعا أن يظل المعروض من الخام السعودي ثابتا عند 9 ملايين برميل يوميا في يوليو القادم مقابل 9.2 سابقا. وتوقع بنك جولدمان ساكس بقاء سعر العقود الآجلة لخام برنت في نطاق 75 إلى 90 دولار للبرميل، وأن يبلغ في المتوسط 82 دولارا في عام 2025. زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع في ظل تباطؤ مستمر في أوضاع سوق العمل بالولايات المتحدة. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة بطالة ارتفع 22 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 231 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 4 مايو. وتوقع اقتصاديون في استطلاع رويترز أن يبلغ عدد الطلبات 215 ألف في الأسبوع الماضي، وتراوحت الطلبات بين 194 و225 ألف خلال معظم شهور العام.
ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة وسارة لاستكمال النشرة إليكم. أشكرك ليلى.